صلي وسلم يبارك على سيدنا محمد. نعم. للأحياء وليس للأموات يا سيدي. أنت قلبك هذا عامل في ذكر الله تعالى، لا يموت هذا القلب. كيفك يا سيدي؟ مشتاق لك يا سيدي. الشيخ هشام أنت؟ الشيخ هشام؟ يا سيدي اصبح لك النظر شوي تعبان. كيفك يا سيدي؟ الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. شباب يا سيدي ما بيصير الكلام هذا. بيت الاباني كلياتها هذول بيعمروا يا سيدي اخديهم السلاله سيدي الشيخ عبد الله عبد الله سر الله 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 محمد ناظم طمنا على صحته. الحمد لله على سلامتك يا رب. بحرمة هذا المكان الطاهر، بحرمة هذا اللقاء، وبحرمة أهل البقيع ترفع عنك يا شيخ هشام. آمين. عنا وعنا وعن جميع المسلمين. آمين. سيدنا الشيخ عبد الله الدابستاني، سيدنا الشيخ محمد ناصر الحقاني، ورحم الشيخ عدنان، والشيخ أنور، الشيخ حسين رباني. آمين. وجميع المسلمين. ويمدك بأمداد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استنانك يا سيدنا، استنانك والله كثير. لا إله إلا الله. الحمد لله والشكر لله. يا ربي لك الحمد يا ربي. زرنا هنا في لاهور في بيتي. سنزورك قريبا. من هنا رايحين لاهور. بيبي جان ہیں یہ 1989 میں شی کیم ٹو مائی ہاؤس ود ہز فادر شیخ ناظم ملکانی ان لاہور ان منہاج القرآن. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم وین وی میٹ. آئی تھنک دیٹ واز دا دیٹ واز وین یو ارینجڈ اٹ. Yes. Yes, at that time, Allahu Akbar. So that was in 1989, then 1990 again. Yes. So he honored us two times when he came to my house, my cottage, very humble place, and he visited Minhaj al-Quran and he showered his loves for us in Da'wah. Yeah, my sister, she came with my father. Oh, she also came with your father. Yes. Both of them visited Lahore at my house with Sheikh Nazim Al-Aqqani, rahimahullah ta'ala. وجمعنا بهم في الآخرين ورفع درجاته رفع الله وجعل مقامه مع الأنبياء والصديقين والأولياء الكاملين والشهداء والصالحين وكلنا نجمع معهم. ان شاء الله سأزور باكستان ان شاء الله بعد العيد الكبير ان شاء الله ان شاء الله نتصل بكم ان شاء الله. السلام. وانا اسكن يعني اكثر اوقات انا اسكن في كندا في تورنتو قريب ان شاء الله قريب مننا قريب مننا تفضل هنا في كندا عندنا ازوركم ان شاء الله ان شاء الله. باكستان انا ازور مره واحده في سنه وبعض الايام مرتين في باكستان بعد الأيام بعد السنتين أنا أزور باكستان هكذا لما يصير القسمة إن شاء الله قسمة. بارك الله. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا عايشين في مشكلة. شكرا شكرا. بارك الله. السلام عليكم. بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام.
وعلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وحضرة أستاذنا وأستاذ أستاذنا وسائر سادتنا وصديقينا. الفاتحة علينا. صاحب الزمان يا ولي صاحب الزمان يا ولي صاحب الزمان يا مجاهد في سبيل الله يا أيها المجاهد في سبيل الله شرفنا بشهادك ونوينا أن نجاهد في سبيل الله وتبنا ثومة نصوحة فاكتبنا مع التائبين جاهد شهاد شهاد الدعوة الإسلامية يا ربنا يا الله نحن دعاء حب وحنان ولسنا دعاء حروب وثبتنا على دين الإسلام واجعله لنا دليلا واجعله لنا موجبا واجعله لنا نورا واجعله لنا محبة ودفئا يا ربنا يا الله وأشركنا مع صلوات النبي صلى الله عليه وسلم ومع صلوات في الصحابة وخاصة سيدنا أبو بكر الصديق وسادات النقشبندية يا ربي يا الله واجمعنا على محبة الإيمان بجاه سيدنا محمد صاحب الأكوان والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وضعنا على الخط المستقيم ونحن عاجزون، فإذا فرغت من وضعنا على الطريق الصحيح نرجو أن تكون معنا في كل مكان. أنت الكريم ونحن الضعفاء، أنت العظيم ونحن الضعفاء، أنت العظيم ونحن الضعفاء خلفه. يا سيدي يا رسول الله اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هؤلاء أحباب من أحبابك يا سيدي يا رسول الله، جاءوا من كندا وهم سيسافرون بعد يومين أو ثلاثة، فضعهم في أحضانك. وضعنا الله يا سيدي، فعلنا الكثير الكثير وكل منا قد فعل الكثير، وها قد جاء دور المغفرة، فاغفر لنا بجاه ربك العظيم وبجاه سر إسرار سورة الفاتحة. اجعلها فاتحة في السراء وفي الضراء. والآن صلاة الظهر. يا رسول الله يا حبيب الله صاحب. نعم. كم هي ميك صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أدنوا الصلاة الظهر. وجد بعناية الله كم on earth. Any person it hit,
to bless that person with the anwar at that moment that person is carrying from that division. He said it comes perpendicular straight, so it divides the earth into different parts from zero up to millions. Allah knows how. So when it comes, it takes everyone that's there with the inayat of Allah. It doesn't need to go from one place to another. That inayatullah will hit those people who that year were written to be with awliya. So this year we have been honored with the tajalli that coming on earth from this sign of Ibadur Rahman. And from the other side, the opposite side, is Maghfirat min Allah wa Ridwan. Tajalli will come. So if it was only one side, it will take only the one side, but because it is two-sided, so for sure it's going to hit one on the side. Wow. And it will change the temperature of the earth. He said where it is cold becomes hot, and where it is hot becomes cold. That's 40 years ago. Wow. He mentioned. That was over 40 years ago. Yeah. So, here is similar.